الأول عن المعارضة، معارضة فعلا لأجل المصلحة العامة، لمصلحة لمصلحة البلد، لمصلحة حتى الحكومة نفسها لما تشتغل. احنا طبعا المعارضة قبل المعارضة العام، معارضة أول، المعارضة الحالية العكس. اكو معارضة حالية ولا شيء؟ يعني المعارضة اللي الحين طبعا اللي برا المجلس، أنا اللي هم منو؟ تقصد الأغلبية؟ يعني الأغلبية، أنا قاعد أقول كتلة الأغلبية ولا أتكلم عليهم، أن يعني أن أنا يمكن أختلف وياهم في جزئية، أتفق وياهم في جزئية، لكن أنا أعتقد أن بس أنت ترى كتلة الأغلبية السابقة تبع المجلس المبطل الأول كمعارضة تختلف عن المعارضة السابقة. لا مو هذيلا، منو عيب؟ مو هذيلا، أتكلم عن بدايتنا أول ما وعينا على لا أقصد هذيل اللي موجودين الآن، كتلة الأغلبية اللي موجودة اليوم في المشهد السياسي الكويتي، اللي هم يعني يطلعوا من المبطل الأول، مجلس المبطل الأول، كمعارضة هذيل يختلفون عن المعارضة قبل؟ قبل أي نعم يختلفون. يعني يختلفون، أنا أعتقد في شنو يختلفون؟ أن أول شيء خل أقول لك شغلة، إحنا ما نقول لك والله تنكر لقبيلتك ولا تنكر لعائلتك ولا تنكر لطائفتك، حط عائلتك وقبيلتك وطائفتك على راسك، حطهم على راسك، بس لا يكون على حساب البلد، لا يكون على حساب الكويت. ترى أنا ما أتكلم عن فئة معينة، من جميع أطياف المجتمع، ترى إذا في هنا في ناس ما يعني ما تتكلم تطرف بالدين، في التطرف في شيء، في أي شيء، في السياسة، في الطرفين ترى موجودين هالمتطرفين، ترى في جميع الأطياف، مو في طائفة واحدة ولا ناس معينة، ما أقصد أنا أيضا. فلما نحن نتكلم إحنا أول يعني ما يصير على حساب البلد. أوكي أنت أوقف مع، لكن والله أنا بوقف مع واحد والله هو غلط وماشي غلط، وهذا ليش بس من والله من عائلتي ولا من طائفتي ولا من قبيلتي، بوقف وياه حتى لو هو على الباطل، لو على الحق مو على حق، اوقف وياه. هذا انا اعتبره وجهه نظر جهل، هذا ما يصير على حساب الولد. والله انا اوقف وياه. كتله الاغلبيه السابقه كانت على باطل ولا على حق؟ الاول لا انا قاعد اتكلم الحين، انا الحين مو الكل، انا قاعد اقول الاغلب على باطل ولا على حق. لا انا اعتقد انه في امور كثيره غلط.